بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الخميس الموافق 29/10/2020 من مجزر البساتين وبالإشراف على لحوم صكوك الأضاحي، تم اليوم تحميل 3 سيارات بحمولة 7 طن متوجهة إلى المحافظات الآتية: محافظة مرسى مطروح 2 طن، محافظة الفيوم 3 طن، محافظة المنوفية 2 طن، مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة لتسليمها إلى السيد وكيل الوزارة بالمديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.